بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الانبوت ده، فده مش باج في البراوزر، انا غيرت خليته على جوجل كروم، لكن برضو في باج في البراوزر من ناحية بعض الحاجات لما باجي اعمل ايديت. انا جربت الباكج مفيش اي مشكلة خالص. طيب خلينا اجي هنا بص على الجزئية دي. لما اجي اعمل تعديل، طبعا انا ممكن اجي اعمل تعديل من هنا، او ان انا في العرض اروح هنا على العرض نفسه كده في الشو، واجي من فوق هنا اعمل تعديل الحتة دي كده. طبعا الانبوت ده انا اضفته هنا بالغلط تحت هنا في المنطقة دي كده، تمام؟ فطبعا ده خطأ مننا فبعتذر عنه. ممكن اعمل حفظ ثم اعد التعديل بحيث ان انا ما اخرجش من الصفحة. اشوف كده الابديت اهو، مفيش اي حاجة. لو رحت لي الشو الدنيا زي الفل معايا، مفيش اي مشكلة. طبعا لو رحت هنا على الكود نفسه، عدلت بقى في الداتا تيبل هنا، شلت بقى الايه الحاجات دي، الكونتنت عربي وانجليزي، وخليت بس حالة الصفحة. هنشوف هنا ان انا عندي دروب داون اقدر اعملها. يعني لو تلاحظ كده ادي الفيكسد فاليو. طبعا هنا عندي في بج في الجزئية دي، ان شاء الله هتتصلح في الاصدارات اللي جاية، بحيث ان هي نفوكس قوي على الانبوت. لكن لو عدينا هنا عدد الانبوت هتلاقي ادي كولوم 2 3 4 5 6. انا عايز بس ايه هنا 3 و 4 اللي يكون عليهم السيرش، ومثلا هنا 2. يبقى اذا انا هنا ممكن لا 1 و 2 و 3. خلينا بس نعمل كده ايه شو للاندكس ونشوف. هنا هنلاقي مثلا ادي اول كولوم، تاني كولوم، هنا بيبدا من 0 1 2 3، وادي 4 وادي 5 وادي 6. طبعا دي اخر انبوت. انا طبعا هنا في دروب داون المفروض ان هي تبقى في المنطقه دي، لكن انا هنا عندي ايه، عندي ادي الانبوت، انبوت 2 3 وبس. وهسيب اللي ممكن احط انا في الكريتد والابديتد ات الانبوت بتاعي السيرش عادي جدا. فخلاص انا هنا عندي 1 و2 و3. اذا هاجي هنا اقول 1 و2 و3 و4 تقريبا. خلينا نشوف الكلام ده صح ولا غلط لما اجي اعمل ريفرش كده. لا هنا مازال في مشكله، عندي 3 3 فقط. اوكي، وهنا رقم 6 ده سيلكت هيكون في رقم 4 اللي هي الفيكسد فاليو. لو تلاحظ سيلكت واخد اري فيها الكي والفاليو. طيب ده كده الايه الداتا تيبل، عملت له هاندلنج بشكل سريع، واقدر افلتر كمان بالدروب داون. يعني انا اجي هنا اقول عرض هجيب لي الحاجات المعروضه بس، طب اللي هي الحاجات المخفيه بالشكل ده. بص في يعني دقائق معدوده عملنا كراد كامل، واقدر اكستمايز الانبوتس دي بتاعتي والباتنز اللي قدامي. انا عايز مثلا تصدير او سي اس في او بي دي اف او ريلود او ديليت او اد في الصفحه بتاعتي. بروح طبعا على البابون ميكر هنا في التيبل او داتا تيبل، هنا بلاقي شويه سيتنج. لو تلاحظ كده عايز صفحة الاندكس بتاعة الصفحات الخاصة يكون فيها انبوت وحاجات معينة. انا مثلا عايز اخفي الجزئية بتاعة اظهار السجل دي والانبوت سيرش ده، واخليه بس معتمد على الفلاتر دي. فممكن بكل بساطة اجي هنا هقول والله المنيو لينس اللي هي كانت على الشمال والسيرش خلاص، واجي اعمل ريبيلد على هذا الاساس او ريجينريت مره تانية. اجي اعمل ريفرش، طبعا الانبوت الفاليو القديمه هتتحذف وهينزل الداتا من جديد تاني. لو تلاحظ السيرش والريكورد الاخير تم حذفه بالفعل. طيب عايز الانبوتس دي اخفيها كلها، مش عايز مثلا غير البرنت والاد. فانا هشيل الاكسبورت بي دي اف والسي اس في والاكسل، واخلي البرنت واد ريلود، وكمان البتن الشيك بوكسز اللي هي على اليمين. لو انا مثلا مش عايز يبقى فيه تشيك بوكسز، او عايز يبقى فيه تشيك بوكسز، عايز احذف الريكورد اي دي، انا ممكن اجي هنا اشيل الريكورد اي دي، مش عايز اظهر الريكورد اي دي، لكن عادي. يعني انا بالكستمايزيشن اللي انا عايزه، عايز يبقى فيه كرييتد اد وابديتد اد، انا مش عايزهم مثلا، فممكن اعمل ريجينريت بالشكل ده واجي اعمل ريفرش، فيحصل عندي الكستمايزيشن بتاعت اللي انا عايزها زي ما انت شايف كده. الانبوتس اللي انا عايزها طبعا هترجع مره تانية تعمل اديت مره تانية على الانبوتس الزياده اللي هي الكولوم الزياده اللي محتوى الصفحه بالعربي والانجليزي. بس عشان انت بس ما تقعدش تعدل كل شويه على الانبوتس، خليك مره واحده اعمل اعداداتك، بعد كده روح عدل في الداتا تيبل مره واحده. طيب انا لو عايز اخفي الفلاتر اللي تحت اللي هي هنا دي، انا ممكن بكل بساطه اجي هنا فلتر، فين الفلتر اهو، اشيل الفلتر كده
واعمل جنريت مره تانية هيشيل الفلتر. طبعا ده كله بيأدت على الكود. لو تلاحظ هنا الفلتر كمان اتشال تماما. كمان عايز احذف مثلا الاكشن اللي هو في هنا اداره اللي احنا شفناها من شويه وفيها ايديت وعرض او تعديل وعرض وحذف، مش عايز الاكشن. فده يقدر يحصل فعلا ان الكولوم بتاع الاكشن يتشال هو كمان. يعني حاجه في منتهى الجمال، يعني انك تقدر تكستمايزيشن براحتك. عايز تشيل الباجينيشن اللي هنا برضو مفيش اي مشكله، ادي الباجينيشن وادي البرنت، تقدر تحذف حاجات كتيره جدا من التيبل بتاعك. لو تلاحظ كده اهو، شايف اجي اعمل ريفرش هيطلع لي الحاجات بس اللي انا اخترتها زي ما انت شايف كده. كانك يعني بتتعامل مع دراج دروب، يعني حاجه لطيفه جدا. طبعا انا بقى ممكن اظهر كل حاجه، بس احنا كنا بنشرح الفكره من الداتا تيبل. طبعا هيبقى في ابديت ان شاء الله ان انت كمان تكستمايز على الكولوم، انك تظهر كولوم معين بدل ما كل شويه تخش على الكود. ديت ان شاء الله هتحصل، لكن احنا بنسبه كبيره عملنا انجاز صراحه لطيف جدا ورائع جدا بامكانيات لطيفه جدا. طبعا خلينا ارجع على الباجينيشن وارجع كل حاجه زي ما كانت، يعني ارجع الباجينيشن والانبوتس، وكمان ارجع هنا كمان الفلاتر بتاعتي اللي انا ضفتها بحيث ان انا ما اقعدش كل شويه اعدل على الكود. فدي كانت الفكره من ان انا عملت يعني شويه كاستمايزيشن او كاستمايز لبعض حاجات في الكراد بتاعي في دقائق بسيطه. طيب هنروح نعمل بقى ايه؟ ممكن اروح اعمل ديليت موديول، ادلت الموديول بتاعي ده بحيث ان هو ما يظهرش هنا خالص، وكمان يتشال من البرميشن ويتشال من الراوت. يعني هنا برضو لو تلاحظ هو اوتوماتيك بينسرت الحاجات اللي انا بضيفها زي ما انت شايف اهو بشكل تلقائي، يعني بدون تدخل مني. طبعا انت دلوقتي انا متاكد ان انت قاعد مندهش، حاجة بالنسبة لك جميلة. طبعا ممكن قد يكون ان في حاجات انت شفتها، لكن انت اعتقد ان الداشبورد دي هتعجبك جدا والحزمة دي كمان هتعجبك. طيب خلينا نروح نعمل كانسل كده ونروح نقاد موديول جديد اسمه الاقسام. انا هقول مثلا الاقسام الرئيسية. لاحظ على اليمين هنا بياخد النيم على طول. طبعا انا ممكن اجي هنا واغير بقى واخد واقول مثلا ليست اوكي اهو، اختار الايكون دي تمام، واجي هنا اقول والله ديبارتمنت او كاتيجوريز او كاتيجوري، وهختار المودلز وهنا هقول كاتيجوريز، هنقول بس اي اي اس هنا، واختار النيم سبيس. خلاص اروح بقى اقول له والله اعمل لي مايجريت، وقول لي مين الادمن اللي ضاف الكاتيجوري ده، وهقول اسم القسم وهنا ديبارتمنت او كاتيجوري نيم. طبعا هنا تلاحظ الكول دي بقى اللي هي بتتحكم في عرض الانبوت اللي موجوده عندك في البليت فايل. انا هنا عامله لو تلاحظ كده زي ما انت شايف 666 باي ديفولت، والاكس اس اللي هي عشان اقل حجم في شاشه الداشبورد اللي هي الموبايل والتابلت الحاجات الصغيره تبقى 12. طبعا انت ممكن تحدد اللي انت عايزه. طبعا انا هيكون عندي ده برضو ريكوايرد وسترنج، ممكن اقول الماكس زي ما تعودنا ان الماكس 191. ادي الماكس، فين الماكس؟ ادي الماكس 191 عشان ما يعديش اللينس بتاع الكولوم. طيب هقول حالة القسم، ممكن اقول رمز القسم هخليه مثلا فايل، انا عايزه ايمج، فاذا هقول والله كاتيجوري، ممكن اقول كاتيجوري ايكون مثلا، كاتيجوري ايكون، واجي هنا اقول له والله ان هي فاليديشن. لو تلاحظ هنا يعني يفضل انك تشتغل على جوجل كروم في مع الحزمه، لكن فايرفوكس انا مش عارف ليه بيعمل فيه مشاكل صراحه يعني. طيب الايكون دي هتكون ايه؟ هتكون هي ريكوايرد، ممكن اخليها sometimes nullable، وتكون ايمج، ولازم الانبوت ده يكون فايل عشان ياخد الفاليديشن فايل، ما يبقاش اي حد يبعت لي اي حاجه كده. انا جهزت الابلود ايمج كامل، ان هو بياخد جميع انواع المسارات سوري جميع انواع الاكستنشن والتايب الخاصه بالايمج من خلال طبعا الديفولت ايمج ده جاي مع لارافيل اوتوماتيك، لكن الحاجات الباقيه من اول بي دي اف لحد الفوب من تحت كده اهو، ده كله معمول مع الحزمه جاي جاهز، مش هتحتاج ان انت تعمله بايديك. طيب خلاص، هو سام تايمز نليبل احيانا يكون خالي، و خلاص ممكن اقول بقى والله حاله الحزمه
طبعا ادي الايكون وادي اسم القسم. طيب انا ممكن اقول له جنريت، وممكن اقول له برضو حالة القسم ده كذا، لكن خلينا نقول جنريت على هذا الاساس عشان دي سي ام اس سريعة احنا بنجرب فيها يعني. طيب هاجي اعمل ريفرش، هلاقي ان هنا تم اضافة القسم او الاقسام الرئيسية عندي. لو تلاحظ اهو زي ما انت شايف كده كاتيجوريز والراوتس بتاعه كل حاجه، ودي طبعا ممكن اخد ايكون على الديسك. طب خلينا ناخد مثلا ايكون زي كده والله يعني، واقول مثلا ات، انا هقول ات اي تي ات. طيب وهيرفع الصوره على طول لما اجي اقول له اضف، هيوديني على الاندكس، وهقدر كمان افيو الصوره من الداتا تيبل. لو تلاحظ الصوره اهي، هكليك كده يطلع لي الفيو بتاع الصوره زي ما انت شايف، كل حاجه متجهزه في الداتا تيبل وفي الكراد، مش هتحتاج تتعب في اي حاجه. طبعا ممكن في المستقبل احب ازود فيديو، احب ازود اي حاجه، ممكن اقول الفيديوهات، ممكن اقول الصوتيات، عايز اعمل حاجه وفيها قسم مثلا يعني. خليني كده طبعا ده كده اهي، لو اعمل عرض هيظهر لي برضو الصوره هنا، اكليك عليها اقدر افيو الصوره وادي القسم وادي المشرف اللي اضاف القسم. طبعا ممكن اقول مثلا الصوتيات، خلينا اروح مثلا كده الصوتيات، نعمل كده ممكن اقول اكليك هنا بابون ميكر مره تانية بحيث ان هو يعمل لي ريفرش، وادي ادي الموديولز بتاعتي. ممكن اعمل اقسام رئيسيه واقسام فرعيه، يعني ممكن اجي هنا اقول والله الاقسام الفرعيه اوكي، واجي هنا برضو اختار اقول ليست مثلا، سوري ليست، هيطلع لي برضو اكتر من شكل. ممكن اقول مثلا 1 2 3 هنا، وطبعا انا بختار اشكال معينه عشان اعرفك ان الفونت اوسم شغاله معانا في كل حته. هنا هقول مثلا سب كاتيجوري، وهنا نيم، وهنا سب كاتيجوريز اي اي اس اوكي، وهختار النيم سبيس بتاعتي، وهاجي هنا هقول له والله اعمل لي مايجريشن، واقول لي ان الادمن مين الادمن اللي اضاف القسم. اجي هنا اقول مثلا اسم القسم، وهنا هقول كاتيجوري نيم، طبعا هيكون كي مكرر عندي في ملفات اللغه لكن موجود عندي، هيكون كاتيجوري كاتيجوري نيم. هنا عندي مثلا هقول ان هو تكست اوكي، وهاف فاليديشن ان هو يكون مع فاليديشن، ادي يكون ريكوايرد ان هو والله يكون ريكوايرد، ويكون سترينج كمان يكون الماكس بتاعه 191 للفاليو بتاعته عشان ما يطلعش فاليو اكتر. طيب هقول والله فرع من مين، يعني ده قسم رئيسي، احنا ضفنا القسم الرئيسي، عايزين قسم فرعي بقى، يعني نضيف له قسم فرعي. هقول والله القسم الرئيسي اللي هو تابع بقى لهذا القسم الفرعي، يعني القسم الفرعي ده قسم فرعي من انهي قسم، فقول والله select، ويكون category category ID، وهحط vertical bar كده، وهقول كاتيجوري اوكي، لا في هنا كاتيجوري كي اي دي، وهقول اب مودلز بالشكل ده. وطبعا انا عندي الكاتيجوريز او الكاتيجوري موديل اهو نزل عندي في مودلز اهو، انا ممكن اخده كده كوبي زي ما هو، واروح مره تانية اقول كاتيجوري بلاك، واختار الكاتيجوري نيم اللي انا طبعا انا عامل كاتيجوري نيم اهو، عارفين البلاك في اللارفل كولكتيف مع الاتش تي ام ال لارفل كولكتيف، وكمان البلاك مع الاليكوينت. طيب ادي الاي دي، وهعمل زي ما انت شايف كده اهو انيشاليز على ان ده يكون جاي من موديل. طيب وهقدر كمان اختار الكولوم، حجم الكولوم، لو رحنا هنا على الاقسام اضفنا قسم هنلاقي احجام الكولوم زي ما احنا حددناها في السابق 6 و6. طبعا هنضيف قسم فرعي، طبعا مش محتاجين مثلا ممكن ما نحتاجش رمز يعني او ايقونه معينه، لكن خلينا اقول هنا ان ده ريكوايرد ويكون انتجر، ان هو ريليشند مع ايه بقى؟ مع الاقسام الرئيسيه. فهاجي هنا هقول ادفانسد رولز، هاجي تحت عشان اتاكد ان انا اخترت كاتيجوري اي دي من القسم الرئيسي فعلا موجود، هقول له اكزيست، تمام اكزيست بقى ايه بقى؟ مع الكاتيجوري، ان يتاكد ان الاي دي ده فعلا هو موجود في الداتابيز. يعني دي حاجة لطيفة برضو انك تختار التيبل من خلال الموديل، وهو على طول حي اساين التيبل الاي دي في الرولز بتاعتك. طيب هو هيكون انتجر، ما ينفعش يكون نمرك لان النمرك مش عدد صحيح، لكن انتجر عدد صحيح
طبعا محتاجين بقى نزود الفورين كي. طبعا انا هنا عندي الريفرنس هيكون على الاي دي، اي دي ايه الجدول كاتيجوريز اللي هو اهو موجود عندي كاتيجوريز، فاقول والله التيبل نيم وادي يكون كاسكيد اون ديليت واون ابديت كمان. شايف ان انا اقدر اعمل كاسكيد لو اتحذف القسم الرئيسي يحذف القسم الفرعي او الاقسام الفرعيه اللي تبعه، وان ابديت لو حصل اي انيشلايز على او سوري اي تشنج في الاي دي بتاع القسم الرئيسي يحصل تشنج كمان على الاي ديات اللي تابعه معاه في السب كاتيجوريز. طيب هنا بقى ريليشن، انا عايز بس عشان افهمك حاجه، هنا احنا بنحط السكيما ريليشن في المايجريشن فايل، لكن محتاج ان نحط كمان الريليشن بتاعتنا مع الموديل نفسه. طيب هاجي هنا في ريليشن هقول والله ان انا عندي مثال هنا في اكزامبل زي ما انت شايف ان ده بيكون الاوتبوت اللي انت بتعمله. هنا عندي الكولم بتاعي اسمه ايه؟ اسمه كاتيجوري اي دي، صح كده؟ فهروح هنا على ريليشن هقول له والله الكاتيجوري اي دي ريليشن مع الكاتيجوري، ويكون مثلا هاز 1 عشان لما اجي في الداتا تيبل اعرض القسم في الداتا تيبل مثلا في اي مكان اعرض القسم الفرع ده فرع من انهي قسم رئيسي هيقول لي كذا وهيعرض لي بالشكل ده كده has one. طبعا في belongs to belongs many والكلام ده كله. طيب خلاص على كده ونعمل generate. خلاص ادي relation بكل حاجه اتضافت. لو اروح هنا وهعمل refresh مره تانية هلاقي الاقسام الفرعيه نزلت، وهنا في مشكله حاصله عندي. لا الاد موجوده. طيب هاجي اعمل اد. لو تلاحظ اقول مثلا الصوتيات وهقول والله هو رئيسي من الات. لو تلاحظ في سيلكت تو راكبه مع الدروب داون، تقدر تختار او تكتب ممكن اقول اي تي او اي اسم تاني فمش هيقول لي نو ريزلت نوت فاوند. طبعا هتلاقي الكلام ده موجود جوه الكود وكل حاجه متظبطه. هقول مثلا قسم الصوتيات هعمل اد ثم اعاده ادخال مره تانية للقسم مثلا المرئيات. فهاجي هنا مثلا هقول برضو هو تابع القسم ده وهعمل اضافه عشان يودينا على الداتا تيبل. فهنبص هنا مع بعض هنلاقي ان هو حط لي الاقسام اسمائها وهو تابع لانهي قسم. لو تلاحظ جد القسم بتاعي وادي تاريخ الانشاء وتاريخ واخر تحديث. ممكن اروح اضيف قسم او اعدل عشان ده يكون مظبوط عندي في المسمى. خلينا اقول مثلا مثلا الصوتيات والمرئيات كاوفررايد، يعني ان انا هعمل اوفررايد على القسم الرئيسي. خلاص عملت حفظ، خلاص تم التحديث. هروح بقى على الاقسام الفرعيه، لاحظ هيعمل لي اظهار للاسم. طبعا ممكن اروح اضيف قسم جديد، يعني ممكن اقول مثلا ايه الاخبار مثلا، ممكن اختار صوره ممكن ما اختارش عادي. فهقول له اد او اضافه. طيب اروح مره تانية على الاقسام الفرعيه، يعني انت قاعد كانك بتلعب لعبه. الموضوع بسيط جدا. ادي الدروب داون لو تلاحظ اقدر افلتر اقول له والله هات لي اقسام الصوتيات من المرئيات بس اللي هي الفرعيه. لو تلاحظ طب هات لي اقسام الاخبار، ما عنديش اقسام اخبار، فممكن اقول والله اضافه اقسام فرعيه جديده. واجي هنا اقول والله انا عندي اخبار عامه، واجي هنا والله اقول ممكن اكتب بالعربي بقى اقول الاخبار. شايف السلكت تو جابت لي الداتا بتاعتي. طيب انا هنا بقى بقدر افلتر بقى في الاقسام يعني الفرعيه، اقدر اقول له هات لي اقسام الاخبار بس هيجيب لي الاخبار بس، هيجيب لي الصوتيات والمرئيات بس، وهكذا. اذا الموضوع الحمد لله لطيف وظريف ومفيش اي مشكله فيه خالص. مش عارف احنا حاطين الادمن ان هو يكون مين اللي اد. فعلا احنا حاطين. لو تلاحظ هنا حتى ريليشن مع الفاليو زي ما انت شايف القسم الرئيسي، تمام القسم بتاعنا اللي هو اسم القسم مرئيات، وهنا القسم الرئيسي مربوط معاه. لو تلاحظ نبص هنا بقى على السب كاتيجوري اهو سب كاتيجوري. طيب هنلاقي ان احنا ادي الادمن اي دي وادي كمان الكاتيجوري اي دي. هنا تحت بقى في حاجه اسمها ستاتيك فانكشن بوت، ده بحيث ان انت لو اشتغلت على مشروع مثلا مرتبط بمونجو دي بي او بوستجري اي نو سيكوال داتابيز، فما طبعا ما لهاش كونسترين وما لهاش ريليشن شيب، لازم بتروح بتعمل فانكشن عشان تديليت السب اللي تحتيه. فانت لو انت حتى بالماي سيكل قافل الكونسترين فممكن تشغل الديليتنج دي بحيث ان هو يبوت على كل الاقسام الفرعيه اللي تابعه ويبدا يعمل لها ديليت لو انت بتديليت كمان على قسم رئيسي.
برضه هتلاقي نفس الفكره. انت ممكن تعمل ريليشن هنا على الاقسام الفرعيه مانوال بايديك وتضيفه هنا على طول، هو على طول هيحذف كل الاقسام اللي معاه. لكن هنا لو تلاحظ هتلاقيها معكوسه، هنا هتلاقيه ان هو بيحذف القسم الرئيسي، فطبعا ده مش منطقي. فعشان كده انا خليتها لك كومنت بالشكل ده، وانت بقى تقدر تعدلها وتكستمايز عليها. طبعا هيبقى في ابديتس في المراحل الجايه عشان نبدا نظبط الموضوع ده، بيبقى شكل اكثر حنكه واكثر استخداما. طيب نرجع تاني زي ما كنا، احنا هنا عملنا كام كراد، ادي يعني 3 كراد في وقت بسيط. طبعا انا بشرح، انت لو شغال وفاهم الحزمه مش هتحتاج الشروحات دي كلها، لكن انا بوريك الامكانيات اللي موجوده في الحزمه. طيب هنا دي الاقسام الرئيسيه والاقسام الفرعيه. طب احنا عايزين نضيف بقى قسم الصوتيات، مش قسم، هنقول مثلا كراد للصوتيات للساوندز. فهقول والله انا عندي، هعمل ريفرش مره ثانيه او ادوس على بابون ميكر وهاجي هنا اقول مثلا الصوتيات. اوكي مثلا، يعني طبعا انا بحب اعمل سي ام اس من وحي الخيال، انت بقى حط اللي انت عايزه. فهنا انا هقول ساوند، لو طلع ساوند كلاود او اقول اوديو، فهيطلع لي زي ما انت شايف. هختار مثلا الايكون دي، وطبعا لو تلاحظ هنا بينزل عندي الكرادات اللي انا بنشئها. طيب خليني اجي هنا اقول مثلا ساوند، هقول الموديل. طبعا هاجي هنا هو اوتوماتيك سيلكت على الادمن بليد باث، وهنا اقول ساوندز بحيث ان انا يبقى عندي كنترول اسمه ساوندز، وادي النيم سبيس بتاعتي، وهنا اللانجوج، وادي المايجريت، وادي الهاف ادمن اي دي، وادي الكولوم. هقول مثلا القسم الرئيسي بحيث ان هو يطلع لي القسم الفرعي، وهوريك ان انا ممكن بالايجاكس اقدر اجيب الاقسام الرئيسيه الفرعيه في ثواني. طبعا بس ده تبقى از كودنج، لسه طبعا هنتعمل في الاصدارات الجايه ان شاء الله، لكن حاليا خلينا نقول ان هو سيلكت كاتيجوري كاتيجوري اي دي اب موديل كاتيجوريز او كاتيجوري، ايوه بلوك كاتيجوري نيم اي دي. طيب هقول والله ان هو هيكون ريكوايرد وانتجر عشان فعلا ده ريليشند. طيب وهخليه كمان اكزيست مع الكاتيجوري، ادي الكاتيجوري. طيب وهحط له بقى الريليشن كي بتاعتنا، ادي الاي دي. طبعا ممكن نروح نجيب النيمز سريعا عشان بس ما اخدش وقت، ادي اهو. طيب وهقول له القسم الفرعي، القسم الفرعي، وهقول له سيلكت. طبعا خلينا نضيف بنفس الهيئه دي كده، خلينا ناخد اللي فوق دي كده زي ما هي، واجي هنا اقول سب كاتيجوري، سوري سب كاتيجوري اي دي. شوف انت 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 قاعد بحاجات بتعمل حاجات لطيفه جدا. هنا اهو كاتيجوري نيم برضو نفس ما هو. طيب وادي سب كاتيجوريز وكل حاجه. اوكي ادي سيلكت، وهيكون برضو ممكن اقول ريكوايرد ويكون انتجر. طيب واروح على الادفانسد واروح اقول له ان هو يكون اكزيست على السب كاتيجوري عشان ما يضيفليش اي كاتيجوريز فرعيه ملهاش لازمه. يعني انت تركز ان هنا بتختار الموديل المظبوط مع ريليشن. طيب اد برضو، واروح على السب كاتيجوري، هجيب اسم الجدول، ادي هنا اقول الريفرنس بتاعت الاي دي، وادي الاون ديليت واون ابديت كاسكيد. طيب وهنا العنوان هقول ساوند تايتل، هنا عنوان، عنوان الله اكبر، عنوان الصوت. طيب هيكون مثلا string required. طيب عندي ممكن اقول ماكس برضو، طبعا انت ممكن تختار اي حاجه من دول، بس انا بقول لك ماكس على سبيل المثال. في امثله تانية ممكن تخليه تحدد بها اللينس لو انت يعني محترف في الفاليديشن او عندك امكانيه انك تفهم الفاليديشن بشكل كويس. طيب عندنا بقى ملف الصوت، عايزين نضيف ملف الصوت، الملف الصوتي. اوكي طيب هاجي اقول ان هو فايل، وهنا هقول ساوند فايل. طيب وهقول ان هو ريكوايرد فايل هيكون نوعه MP3 فقط. طيب خلاص مفيش اي مشكله هنا. طيب هروح بقى اضيف الريليشن بتاعتي، السب كاتيجوري والكاتيجوري اي دي. هروح على ريليشن، هعمل اد لسب كاتيجوري، ويكون ريليشن مع السب كاتيجوري موديل، وهروح اضيف الكاتيجوري اي دي ويكون برضو ريليشن مع الكاتيجوري. ممتاز.
خلاص انا كده ضفت الاثنين دول مع بعض، مش عايز حاجه تاني. اوكي هعمل بيلد او جينيريت للكراد، خلاص تمت الاضافه والعلاقات وكل حاجه. تعال نبص على المايجريشن داتابيز، ادي المايجريشن وادي هنا ساوند ستيبل وادي كل حاجه انا ضفتها، التايتل والفايل. ممتاز. طيب نيجي هنا نبص على الكراد، خلينا نطلع رئيسيه كده مثلا، هلاقي الصوتيات اهو انا ضفته، ممكن بكل بساطه اروح اعمل اد. اوكي لو تلاحظ هنا عندي ايرور، لو تلاحظ اهو اب موديل، شايف الاسم موديل، المفروض احنا نقول مودلز. فمن الجميل في البابون ان انت تقدر تعمل اوفر رايد هنا مودلز وهنا مودلز وتعمل ريجينريت مره تانية. يعني انت حتى لو في بج قدامك تقدر تتصرف فيها كمان، يعني مش بتكون الدنيا محدوده. لو تلاحظ القسم الرئيسي والقسم الفرعي اهو صوتيات، طبعا الاقسام الفرعيه تطلع كلها، فاحنا محتاجين بقى نسبيسيفاي بحسب او سيلكت بحسب القسم الرئيسي. هنشوفها دلوقتي بالايجاكس، بس احنا بنتكلم عن الموضوع عايز ان هو لطيف جدا. فخلينا مثلا نضيف والله في الصوتيات والمرئيات ونختار بس الفرعي مؤقتا. لا هو هنا جايب لي هنا جايب لي الرئيسي برضه، فبرضه دي حاجه لطيفه جدا. احنا هنا عايزين السب كاتيجوري، السب كاتيجوري ايوه زي ما احنا شايفين كده سب كاتيجوري. فدي برضو حاجه لطيفه بتخليك ان انت تقدر لو في انت حاجه ميسنج مش فاهمها او في مشكله هتقدر تكتشفها. فطبعا لو تلاحظ جاب لي كل الفرعيات وجاب لي كل الرئيسيات، طبعا طبعا انا عايز افلتر بحسب القسم الرئيسي، لكن خلينا اقول الصوتيات المرئيات دلوقتي، وادي الصوتيات وهقول مثلا تيست او اقول مثلا سوره قرانيه، وهقول ملف صوتي. هنا لو تلاحظ محمد صديق المنشاوي، اوكي هختار اي ملف صوت من دول، اوكي سوره قرانيه وهعمل اد. تعال نشوف الجمال في الباكج. اوكي تمت الاضافه والصوت ملف الصوت اترفع، واقدر اعمل بريفيو لملف الصوت ده من هنا، اكليك هيطلع لي الميديا بلاير بتاعتي او البلاير بتاعي عموما هو HTML5. لو انت سامع دلوقتي بسم الله اقدر اشغل قران كريم بكل بساطه، اقدر اعمل داونلود للفايل. لو تلاحظ كده اهو، طبعا اقدر احرك زي ما انا عايز في ملف الصوت براحتي، مفيش اي مشكله خالص اهو. وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا. طيب احنا كده زي الفل وعملنا حاجات كتيره جدا لطيفه وما فيهاش مشكله. طيب انا بقى عايز اديت، انت كديفلوبر تشوف، انت تقدر تشوف الفايل من هنا برضو وتقدر تداونلود الفايل من هنا وتغير الاقسام. طبعا الاقسام دي مش مظبوطه، بس انت محتاج كديفلوبر ان انت تعمل كول بالايجاكس تجيب بيها الفرعيات دي، وانت اكيد عارف ده، بس انا بكلمك ان دي تجهيزات تقدر بقى انت تشتغل عليها، ان انت تروح وتجيب الاي دي بتاع الكاتيجوري ده وتروح تعمل كول لراوت انت هتنشئه وتقول له هات لي الفرعيات والكاتيجوري اي دي ده وتعمل لها انسيرت هنا. لكن انا بديك امثله عشان الشرح، انت كديفلوبر بقى عليك الباقي. طيب هنا في الاديت لو تلاحظ اقدر كمان في العرض اقدر اشوف ان انا اقدر هنا لو تلاحظ اعمل بريفيو برضو وداونلود الفايل وكل حاجة عندي متظبطة مفيش أي مشكلة، وكمان مين المشرف اللي أضاف هذا الملف. طيب المرئيات بقى، أنا عايز أعمل الفيديوهات، هاجي هنا بقى أعمل المرئيات وهقول فيديو وهقول مودلز وهختار أيكون معينة، هقول فيديو، ممكن أختار الأيكون دي وممكن أختار الأيكون دي، خلينا نختار الأيكون دي. أوكي طيب هنا بقى هقول فيديوز نفس الفكرة على النيم سبيس، نرجع تاني migrate this وهروح اعمل مين اللي ضاف الرو ده، وكذلك الامر قبل كده برضو احنا شفنا الاقسام الرئيسية، اعمل select category id. احنا قاعدين بنلعب يعتبر مش قاعدين من develop models category pluck category نيم، بكتب البلاك بتاعتي ويعني انا في قمة المتعة قاعد بدي شوية اوامر
للحزمة وهي على طول بتقوم بعمل كل شيء. طيب انا هقول بقى هنا الاي دي كاتيجوريز واقول كاسكيت. طبعا هنا انا ليبل لو القسم ده اوبشنال مش ريكوايرد فانت ممكن تخليه يعني ان هو نليبل. طبعا احنا عندنا الكاتيجوري ده اساسي. طيب خلينا ناخد دي كده كامله زي ما هي واروح اعمل بقى اضافه للاقسام الفرعيه او القسم الفرعي وفوق هنا اعديها بدل ما هي الاقسام الرئيسيه اقول القسم الرئيسي القسم الرئيسي. اوكي طيب هنا بقى هقول سب كاتيجوري سوري سب كاتيجوري اي دي وهنا هقول سب كاتيجوري هو على طول هياخد النيم. طيب وادي السلكت بتاعتي وهنا هقول ان هو انتجر ريكوايرد وكمان ارجع مره تانية هقول ان هو يتشيك على السب كاتيجوري اكزيست الاي دي ده ولا لا. طيب كمان هريليشن على الاي دي وهجيب السب كاتيجوريز من هنا سب كاتيجوريز اهي عشان بس الوقت انا مش عايز اكتب كتير عشان حضرتك ما تزهقش لكن انا بفرجك على الامكانيات. طبعا احنا محتاجين نضيف ملف في الفيديو الملف في المرئي. اوكي هاجي هنا اقول ان هو والله فايل ممتاز وهاجي هنا اقول فيديو فيديو فايل. طيب ادي هنا اقول required ويكون ملف وممكن يكون فيديو بحيث ان هو يجمع ال MP4 ال MPEG والموف وال 3GB وال والويب ام وال MKV وكل الامتدادات دي كل الاكستنشن دي بكل بساطة جوه اكستنشن او جوه رول واحد. طيب فاذا required file video. طبعا في حاجة هتكلم فيها بعد ما اخلص الاول بس نروح نعمل بقى ريليشن بتاعتنا اللي جوه الموديل فايل. فهاجي هنا اقول سب كاتيجوري واروح على الريليشن واقول سب كاتيجوري وهاجي هنا اقول الكاتيجوري اي دي نفسه يعني توفرت كتير اعتقد بالحسبه لو انت استخدمتها. طبعا كل حاجه متظبطه خلاص ما عندناش مشاكل. طيب هعمل جينيريت خلاص. طيب هروح اعمل ريفرش هيقول لي المرئيات اهي تحت. اوكي واقدر اشوف كده اعمل اد طبعا هختار القسم الرئيسي وهختار المرئيات وهختار الملف. طبعا محتاجة دي في النيم بتاع الملف المرئي. ممكن اجي هنا بقى في الكولم ده طبعا انا ميسنج لو انا نسيته ممكن اجي هنا بكل بساطة اقول اسم الملف وهاجي هنا هقول فيديو نيم هيكون طبعا required with string. طيب ممكن احط الماكس كالعادة اقول والله ان انا 191 ويحط النيمس اللي هو عايزها بقى لكن لو وصل ل 191 يقول له لا انت عديت ال 191 حرف. خلينا اعمل ريجينيريت مره تانية هلاقي الانبوت تم اضافته عندي ببساطه اهو وادي اختار مثلا انا بايديا. طبعا انا محتاج ان انا اول ما هسلكت القسم الرئيسي يعمل هنا تشينج للدروب داون دي ويخليها بالاقسام الفرعيه بتاعته. طبعا انت ديفلوبر وعارف تعمل الكلام ده. فهاجي هنا اقول مثلا ملف مرئي تجريبي. طيب هاجي اعمل اختيار واروح على الديسكتوب مثلا ادي ملف هنا فيديو انا جايبه اكزامبل بسيط واروح اعمل اد هيتم اضافة الملف واقدر كمان اعمل فيو للملف من هنا ادي الملف المرئي هكليك على الايكون دي هيطلع لي البلاير ده اقدر اشغل الملف زي ما انت شايف كده ومجرد ما اطلع من الموديل على طول هيوقف الملف لو تلاحظ ملف وقف اقدر اكمل زي ما انت شايف. طيب زي ما انت شايف اقدر كمان اعمل ايديت. تعالى في الايديت انا مثلا غلطت وكتبت الاسم غلط هي شويه تعديلات بقى ولمسات منك انت لو جيت عملت حفظ هيطلب منك الملف المرئي فانت ممكن بقى تيجي زي ما انت شايف كده اهو هيقول لك الملف المرئي ريكوايرد مع ان انت رافعه قبل كده فانت بقى بكل بساطه ممكن تروح على الفاليديشن ادي الفيديو ريكويست وتيجي هنا في الابديت او الاون ابديت تقول له بس ان هو والله sometimes null label. اوكي ده فيديو نيم سوري ده هيكون required. طيب وهنا الفيديو فايل بس كده.
واجي اعمل حفظ، هيعمل حفظ معايا مفيش اي مشكلة اهو، عدلت والدنيا زي الفل، قال لي تم التحديث وكل حاجة، وبرضو ملف الفيديو موجود، وفي العرض برضو اقدر اروح في العرض وفيو الملف في الفيديو. طيب اظن كده يعني احنا عملنا شبه سي ام اس في اوقات ظريفة جدا وخفيفة جدا، واقدر اعمل داونلود للملف في الفيديو. لو انت بتواجهك مثلا مشكلة مع الملفات الصور ما بتظهرش، فانت ممكن هتلاقي العيب مثلا عندك ان انت الانف الاب يورل مش مظبوط، فانت محتاج تحط اسم المشروع كامل عشان يلينك المسار كامل، او ان هو يفيو المسار بشكل صحيح. لان انت هنا لو تلاحظ، لو بصيت على الكونفج فايل سيستمز، هتلاقي تحت هنا ان بيستخدم الانف اب يورل، فانت الانف اب يورل لو مش مظبوط استحالة يجيب لك الملف. فحاول تكون دايما متذكر ان انت عندك يكون الاب يورل مظبوط، وده وضعناه في التيرمينال في الاول خالص، لكن اتاكد ان هو محطوط برضو مش عيب، مفيش اي مشكله خالص. طيب انا مش شايف ان احنا خدنا وقت كبير بامانه، يعني وقت لطيف وظريف عملنا فيه ده كله. لو فكر كده مع نفسك، لو قعدنا نعمل جنريت للحاجات ديت بايدينا كده مانيوال وبكل الشغل دوت، واقدر احذف والكلام ده كله، هناخد قد ايه وقت؟ هناخد كتير. الحذف شغال والديليت للفايل شغال، الاستورج هو اوتوماتيك على طول بيروح على الاستورج. طبعا شايف البليت فايلز اهي موجوده، الفيديوز والسب كاتيجوريز والساوندز وكل حاجه. طيب ادي الاستورج، خلينا كده نشوف الاستورج مع بعض. ادي الاب بابليك، هنا في بابون فولدر بيكون فيه كل الموديولز بتاعتك اللي انت انشاتها، وبتكون مشفره زي ما انت شايف بالتشفير اللي البابون شغال بيه، بحيث ان هو ما يحصلش اي عبث. لو حصل اي عبث في التشفير ده، على طول كل الملفات دي تبوظ، او الملف ده يبوظ لو حصل فيه اي مشكلة. لكن تعالى بص هنا الفيديو، شايف الفيديو اهو، وادي الصوت اهو، وادي الصور اللي احنا رفعناها من خلال الفايل مانجر، واقدر اعمل برضو معرض صور مختلف وبعيد تماما عن الفايل مانجر، من خلال برضو ان انا اعمل input image والكلام ده كله. وعملناه تقريبا احنا مع الاقسام الرئيسية تقريبا تقدر تضيف صورة. فالموضوع برضو يعني فيه امكانيات لطيفة جدا، ومفيش مشكلة، انا مش شايف ان في مشكلة. يعني انت بقى حابب انت تعمل شوية ايديت على الكراد، مفيش اي مشكلة، تلعب مثلا زي ما احنا رحنا في الصفحات الخاصة وعدلنا في الكولوم، برضو مفيش مشكلة. احنا قلنا في الصوتيات والمرئيات، هتلاقي ان انت محتاج تعدل بالايجاكس على الحاجات دي، انك يختار كاتيجوري من دول فيطلع لك الفرعيات من دي. انت طبعا ديفلوبر وعارف تعمل ده ازاي بالايجاكس، انا مش هشرح لك طبعا، لكن انا بديك فكرة عن الامكانيات اللي موجودة في الحزمة، اللي توفر عليك وقت كبير جدا وكود يعني نوعا ما كويس، وحيتم برضو تطوير عليه في المستقبل. هنا عندي حاجة اسمها اقفل الشاشة، او اللي هو اللوك سكرين معروفة، يعني احنا برضو عملناها كده، تحط بس الباسورد بتاعتك وتعمل لوجن مره تانية ترجع. تقدر تعمل تشينج على البيانات بتاعتك، تقدر تعمل تحط مثلا ايكون للويب سايت، ايكون هنا يعني تظهر هنا، تلاحظ هنا شايف ادي اسم الموقع عربي انجليزي زي ما انت شايف كده، وده تقدر تحط رمز، تحط حاله الموقع والكلام ده كله، اللي هي المينتنس مسج اللي انت بتعملها. ما تنساش ان انت بعد ما تخلص شغلك في الداشبورد بالحزمه، تحذف ال الفانكشن دي من الفوتر. ليه؟ لان انت هنا انا حاططها لك از ان انت بتشوف الاصدار اللي انت شغال عليه كام. طبعا هتخش على الفوتر، ادي الريسورس فيوز ادمن لاي اوتس فوتر، وبتيجي هنا ادي الميثود، مفيش اي تعب، ادي الاف ستيتمنت دي كده هتشيلها كامله وخلاص على كده، او انت ممكن تغيرها باي محتوى تاني اللي انت عايزه. وكده احنا يكون شفنا بشكل عملي ازاي نتعامل مع الحزمة. طبعا انت هتكتشف المزيد مع نفسك، يعني هتلاقي ان انت قاعد بتعمل او بتشتغل بامكانيات جميلة جدا. انصحك تشتغل على جوجل كروم مع الحزمة، تشتغلش على الفايرفوكس عشان فايرفوكس فيه مشاكل. طيب لو جينا في الاي بي اي فايل، هنا هنلاقي هنا زي ما احنا شفنا في الدرس اللي فات، ان احنا نقدر نشوف هنا لينكات جاهزة. اقدر بقى يعني في المستقبل ان شاء الله يبقى في اصدار، انك اول ما بتجنريت الكراد
هتحدد الانفايرمنت اللي انت عايز تظهر او انفايرمنت الموديول بتاعك عايز يظهر ازاي بالشكل الفلاني عامل ازاي، بحيث ان انت لما تيجي في الاي بي اي تطلع اي بي اي تكون الدنيا عندك مظبوطه. لكن حاليا تقدر تعمل اي بي اي مانوال بس تقرا الملف ده وتفهم ازاي شغال، وفي المستقبل ان شاء الله هيكون في اصدارات احسن واحسن. اتمنى يكون الاصداره دي عجبتكم. طبعا لو في اي باجز ابعت لي، مفيش اي مشكله هيتم التعامل معاها بشكل مباشر. ونقف لحد كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديدنا أول بأول. سلام.